تمر الأيام والسنون وتبقى ذكرى هذه الأيام المجيدة من تاريخ شعبنا مضيئة وخالدة في وجداننا. القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة. المنشآت اللي اتعملت دي هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها. محدش يعمل 100,000 صوبة أبدا إلا إذا كان عايز يحل المسألة بجد الأهل. نحن بنحاول نحول أراضينا التي كانت قيمتها محدودة جدا جدا إلى أراضي ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها. دي المحطات اللي بتولد لنا الطاقة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. احنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة. 30 يوم حلم بيتحقق.